من بعد ما ذكرنا بعضنا بالحلقة اللي فاتت، نبدأ الحلقة تاعنا تاع اليوم بنبيلة والعروسة اللي توجهوا عند ليديز استيتيك سنتر عند السيدة غادة. صباح الخير. صباح النور. وشعركم صباح؟ لاباس؟ هاي جيت انا وغادة. واش دير عروستنا لاباس؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. واش جيتي ديري اليوم؟ واش حبيتي ديري؟ فيزاج. زعما فيزاج. ايوا. زيدي واش خاصك؟ هذا مكان معليش باش نشكل. تفضلي معايا ندير ديغنوستيك. مرحبا كاين. تفضلي تفضلي مرحبا بك. اليوم فرحنا بعروستنا، جاتنا درناها سمان فيزاج بروفون. بون خدمت لها بال ديرنيير انوفاسيون تاع فلوسوان استيتيك اللي هي ليدغا فاسيال. عاونتنا بزاف باش نقدروا نشوفوا لابو تاعها واش تحتاجيتو. هذه اشاك فوا تنديكينا اون زون هي توريك البلاصه اللي ديري فيها لازون تحط فيها الكاميرا باش ديرك ديغنوستيك باش يكون كيما نقولوا جينيرال. فات لو سوا تري بيان. فرحت عرستنا، الريزلتا كانت هايله. ابخي كي فوت العرس ان شاء الله ترجع لي نكملها لي سوا نتاعها ان شاء الله يا ربي. انا خليك دارو الايمان داكور، تهلي لي في غاده ما تخافيش هكا هاي في عينيا ان شاء الله يا ربي. هيا بون كوراج، من بعد نتلاقوا غاده داكور. صح الله يعاونك ايمان. ميرسي. السونتر تاعنا راهو في حمله تروى بجانب محلات موفق باتنا. صح هنا بركي. يا شيخ يا شيخ هيك ما تخافش من البراوات ولا ما تخافش من البراوات. هيا بركا تخافش؟ ما تخافش يا عمي زين. هيا خلاص. انا حكيم. السلام عليكم. صباح لاباس بخير. شكولكم؟ صباح لاباس. امورك مليحه؟ صباح مولاي السلطان. كنت عقابو ب الله يسعدكم. ربي يعافيك. كان خايف شويه من البراوات قلت له ما تخافش. بارك الله فيك. الله يعافيك. صباح بيان. الحمد لله. الله يعافيك. معكم الدكتور بنبيت فارس، شويه شيرجي دونتيست انستالي باتنا. حنا الكابين نديرو لي سوان لي تركاب اون سيراميك زيركون، لي بتيت شيرجي لي فاسيت تو سكي استيتيك. دونك مولاي السلطان لهنا بارمي في ليميسيون لي روبريك. دونك ولينا شاك فوا لازم العريس تاعنا نقوموا به كيما نقوموا بالامور تاع العروسه. تجي ابتسامه مليحه. فوالا سي سا لازم لابري لابري قول لي واش نديروا له واش نديروا له هكذاك ودابري واش بدايه. ساعه كونسلتاسيون اوكي واش عنده ومن بعد نديسيديو. عزم لازمنا دروك نفوتو كونسلتاسيون. كونسلتاسيون باش نعرفوا واش عنده بدا سهله سهله. هيا اوكي نبداو بلا كونسلتاسيون. الحكيم هاي نبدا. وي اول حاجه باسون يجينا للكابين، اول حاجه لازم نديرو كونسلتاسيون. كونسلتاسيون نشوفو الحاله تاع السنيه اللثه تاعو ونشوفو واش يحتاج. اسكو يحتاج دي سوان، يحتاج دي طرطراج، يحتاج بلونشيمون، يحتاج تركاب. دركا يسمى نبداو الكونسلتاسيون. وي هيا بيان نديرو كونسلتاسيون باش نشوفو ترا واش عنده واش نقدروا نريقلو له باش يخرج لازم نخلو فيه. ما نخافش على الزبير. ما تكسرش راسك. ما نخافش على الزبير. زيد تقول راح يضرب لي برا ولا راح يشوف برك. جوست كونسلتاسيون. لا تتعشى بدي نعشيك انا. نعطيك الاخر نجيب لك لا سوب. جوستومون هو عنده الكالكير بين السنين والثا تاعو. داكور. اول حاجه راه يحتاج دي طرطراج اللي هو نحيو الكالكير هذا بين السنه واللثه باش تكون اللثه تاعو مليحه، ميم طون نحيولو الصفوريه هذه اللي كاينه في سنيه. داكور تبيض تسمى. قبل تبيض هذه. هذه ايطاب الاولى باش نحافظوا على السنيه واللثه تاعو باش ينظافوا، ابري باش نقدروا نديروا له سيونس تاع بلونشيمون. داكور هنا في ليكرون تشوف تشوف في راهك. هذا هو الكالكير اللي يكون بين السنين. هكذا ما مزيتش سكين كاع. يتنحى السينور راح تفتح. هذيك صغير هكذا ما عندكش بزاف اللي بدي سما بالو. يتكالسيفا مع الوقت يبس ما تقدرش تنحي يعني لازم حنا لهنا نحيو في الكابيني. هو شوف سنيه صابا الحمد لله ملاح. كاين مشكل برك دي طرطراج يحتاجو باسكو عنده كالكير بين السنه بين السنين ولا الثلاثه تاعو. وعنده اون دون تاع اون دون تاريا تحتاج بلومباج. حنزيدو نديرو له سيونس تاع بلومبي وهالو بوي نديرو له بلونشيمون. شوف لا ديفيرونس دركا.
شو كيف كان الكالكير كانت صفوريه مي دركا ها بيضو في سميني تبرك قدرنا نحيوها عليها نصحوا الناس دائما يديروا دي طارطراج بكره حاجه مليحه للصحه تاعهم على الوجه كما قلت لك كانت فيهم الكالكير درنا كي درنا دي طارطراج صفات نظافه لي دون تاعو نظافو بانوا لا كولور تاعهم بانت باتين تاعهم وي هذا هو مولاي السلطان خلصنا خلصنا عمي الزبير نروحوا مال الحكيم حنا نروحوا ان شاء الله دونك موعدنا لو ديمونش ان شاء الله ديمونش ما كاينش مشكل مرحبا بكم بارك الله مرحبا بكم هيا وكما كنت تشوفوا نبيله خلات العروسه عند السيده غاده وتوجهت عند السيد بدر ومحلات البرانتو باش تكمل كل واش تحتاجه العروسه من تجهيزات تاعها بدرو نورمال بدرو بدرو هي مرحبا بكم الله يسلمك انا اللي هضرت معك صباح نبيله في التليفون تحس تزوجوني ايوا مرحبا بكم الله يسلمك الله يسلمك تجو رانا هنايا نبداو بعدا نبداو ان شاء الله مرحبا بكم الله يسلمك راكم هنا عند مغازا لو برينتون اي حاجه برودوي تاع كوزميتيك راكم تلقاوها عند مغازا تاع لو برينتون والحانوت نتاع اللي ما عرفهاش تقدر تفضل لاباج تاعنا في الانستغرام بي بيوتي باتنا يستفسر على اي استفسار رانا هنا في الخدمه ان شاء الله ميرسي بوكو بدر الله يحفظك وربي يصحهم ان شاء الله ان شاء الله يا ربي لكم نتوما ثاني تحسنها ميرسي بوكو هيا الله يحفظك صحه ان شاء الله ما زلنا مع تجهيزات العروسة وما زلنا في وسط مدينة باتنا والوجهة هذه المرة محلات بيبي السلام عليكم السلام مرحبا بك صباح لاباس مرحبا بك أسامة الله يسلمك تفضلي مرحبا بك أنا نبيلة رجع هضرت معك مرحبا بك منا في باتنا مرحبا بكم في مغازا بيبي بيجاما ميرسي بوكو بإذن الله نبدو التسوق تاعنا إن شاء الله مرحبا بك هيا صاي درك غادي نتمشى ولا نبدلها؟ ايه هزي هزي اختي اللي تعجبك قنادر اللي عجباتك هذه هنديه هذه تاع الهند هذه من الهند موديل التالي هذه هذا تاع الدار ولا يديروا في تاع دار وتاع مناسبات صح هذه تمنى بدعيه تاع الدار هذو خفافه منها كيما راك تشوفي هذو التالي شبيه هذو لي روب هنا القصار يا خويا هادو هادو اللي قتعاونوني راهم بزاف نورمال شفتي نوصلهم معاك مرحبا بكم في المحل تاعنا بيبي بيجاما المتواجد في باتنا طريق بسكرة مقابل الامن الحضاري السادس صح المحل تاعنا وغني عن التعريف في باتنا مرحبا بكم عندنا في باتنا الله يسلمك بارك الله فيك صح هيا تعاوني عاوني هيا الله يحفظكم صحه ميرسي نبقاو مع الشوبينغ ونبيلة وهاد المرة الوجهة دايما وسط المدينة حي الزمالة محلات السعر البسيط السلام عليكم السلام مرحبا بك الله يسلمك كي راكي مونة نمر مونة صافاك يا خويا لاباس الحمد لله انا ما غبنتكش عيط لك في التليفون عطيتك لا ليست كل شيء مرحبا بكم وجدت لك الحوايج وزيدي شوفيهم كيا زيد شوف كاش ما ناقص هذيك هي مام حتى العريس وجدنا له صحه اي وجدنا له الحوايج تاعي فيا حاجه اللي نقصات قولي لي صح انت واش ناسي كاين الصوالح هكا في بالك حاجه تسمى شامبو ولا شوفي تيا ايه صايك ما تيختي الحوايج تاعك سي بون انا تالمو قعدت نشوف في الحانوت عجبني لي تاع كيما قال لك يعجبك كلشي شبع كلشي ميم لي بري شابين طايحين في متناول الجميع والله حاجه مليحه صافي بليزير مرحبا بكم في المحلات سعر البسيط اللي راه في الزماله منفصل البلديه كش ما تحتاجوا كش ما خصكم رانا هنا الله يسلمك الله يبارك فيك دروك تخرجي معايا مرحبا بك صحه من بعد الشوبينغ ندخلوا في ترتيبات العرس
نبيلة توجهت عند باتيسري حسام باش تمد طلبية لابياس مونتي تاع العرس تاعنا، واللي بكل صراحة رانا متوخرين في الطلبية نتاعها لأنه ما بقات في يدينا غير 48 ساعة. السلام عليكم. السلام. صافا؟ كي راكم؟ غاية؟ الحمد لله. مرحبا بك. الله يسلمك حسام نورمالمون. وي مرحبا. حسام الله يسلمك، اليوم رانا عندكم هنايا حسام، باتيسري تاعكم، باتيسري حسام. وي. جينا نديرو لا كوموند تاع لابياس مونتي تاع العرس. إن شاء الله. العرس الكبير. نخيروا لي موديل. عندكم دي موديل هنا؟ كاتالوج ولاش كاين؟ وي كاين في لاباج انستغرام. صح تفضلي نجيو نخيروا لي موديل. داكور صح. يدخل الانستغرام يلقاو لي بياس مونتي. عندنا هذه 3 ايطاج لي فلور. ايه لي موديل كامل تلقاهم في لاباج انستغرام. لو كان تقدر تقولي لي على الديكو ديكولار بالك نديروها ندخلوا فيها الروج بلون. ما نحكيش معاك كاع في هذا الدومين حسام، دبر راسك تعرف. شفت انا شفت خدمتك ما شاء الله، نجمو نقول لك تدبر راسك وما خافش. داكور باذن الله. وان شاء الله نتلاقوا نهار العرس هكا ان شاء الله يا ربي. داكور اي الله يعاونكم. من بعد ما قدمنا الطلبية لابياس مونتي جات الدور على الحلويات التقليدية، والوجهة كانت محلات مسيو كابريس والسيدة أماني. السلام عليكم. السلام. صافا أماني نورمال بي تكرك اختي غاية السلام. وبكل صراحة عائلة أماني استقبلتنا أحسن استقبال، وعلى هذا الشيء نتوجه بكل احترام والتقدير لكل العائلة ونقول لهم شكرا جزيلا على كل ما قدمتموه لنا. تحياتي اماني. انا جيت اليوم جوست غير باش ندير لاكومون تاع الكادو تراديسيونيل للعرس ان شاء الله. هكا توريني كاش لي موديل ديروهم ولا تنشوف من بعد وحدي؟ حنا خليناها سوربريز. خلوها سوربريز. خليوها سوربريز. داكور كيما تحبي. حبينا نخليوها سوربريز ان شاء الله يا ربي. صحة. تفضلي. ميرسي الله يحفظكم. ميرسي. صحة مرحبا بك. الله يسلمك. هذه هي لا مامون. هذه ماما. لو شيف تاعنا هو اللي يخدم. نعم. اي والله يبارك دوك نشوفوا قالوا لي نخلوها لك سيربريز باش يقولوا لي كاع لي موديل ان شاء الله. قال لك كل شيء يبقى مفاجاه ان شاء الله. ان شاء الله هكا يليق تكون مفاجاه ساره. لا اي لا شابه ربي يحفظك. امين. وعن غير العادة ولظروف طارئة نبيلة كانت خلفتني وتنقلت إلى سيبيرات الأخوة أحمان من أجل اقتناء كل متطلبات الوليمة نتاع العرس تاعنا. السلام عليكم. السلام عليكم. كي راكم؟ لاباس؟ الله يسلمك. صافا؟ تقرا في زوبير داخل هكا؟ هي نسنا في زوبير. جيت انا في بلاصتك. الله يحفظك. عندها حق الامور كل شيء ان شاء الله. ربي يسهلكم ان شاء الله. مرحبا بكم هنا في سيبيرا تاع الاخوه احمان الواقعه بمدينه تازولت. كل شيء مبروك العرسان تاوعنا، ربي يصلح لهم ان شاء الله. وان شاء الله ذريه صالحه ليهم ان شاء الله. وكاش ما تحتاجوا رانا هنا. بيان سور كاش ما نحتاجوا جينك. ها هي لا ليست تاعنا تاع العرس. مرحبا بكم. هذه هي لا ليست. كل شيء هنا كاين. كل شيء راه هنا. زيدني معها القهوه والسكر. مريقلة. توجور ننسوهم هذو سوالا قهوه والسكر. ما كان حتى مشكل. الأمانة تاعكم هذه إن شاء الله كل شيء كاين، احتياجات كلها كاينة. صح. نهار قبل العرس راني نجيبها لكم لاصال تاع بو حماتو. داكور. إن شاء الله يا ربي. الترونسبور تاعي كل شيء راني نجيبها، تما ما زود دير والو. ماذا بينا والله تريحنا تهنينا. ما كان حتى مشكل. عيطوا لنا قبل وجيبوا. مريقلة. ما كان حتى مشكل. الله يعاونكم. كيما خصكم والو. هادو هما كل شيء. خلاص مريقلة ان شاء الله. زيد القهوة والسكر توجور نوصل عليهم. ان شاء الله ان شاء الله. سلينا على الزبيرة. صح الله يسلمك. ربي يعيشك. وما نقولكمش. ومن بعد يوم شاق وطويل فريق العمل كانت عنده دعوة من طرف مالك خيمة سيدي عقبة للمأكولات التقليدية، وبكل صراحة واللي خلاني تقبلت الدعوة وبكل فرح وسرور هي الدوبرة البسكرية اللي نحبها بزاف. دخلنا في التحضيرات نورمالمون سي لافان جورني ودواي نوتر جورني ليكيب تباين عيان خيرو. هذا جديد ها؟ هذا جديد. مازلنا مع القناة واش اللي قالوا. فوالا دوك الحلقة تاعنا مازالت متواصلة إن شاء الله. رانا في خيمة سيدي عقبة في ولاية باتنا. العرس الشاوي تاعنا مازال متواصل. جينجل ونكملوا الحلقة إن شاء الله.
يوم الجد بدا وتفصلنا على العرس 24 ساعه. فريق بسام ديكو نوفال ميزون نوفال في راهم تقريبا نخلصوا الاشغال تاع الغرفه تاع العريس تاعنا، واللي بكل صراحه كانت في المستوى. برافو، كنتوا عند الوعد وقدرتوا تكملوا العمل في 48 ساعه، وبهذا النوعيه للمره الثانيه نقول لكم برافو. الحمد لله يا ربي في 48 ساعه قدرنا ان نعطيوكم لا شومبر واجده، قدرنا نعاودوا فيها السقف ليكليراج لا بينتير كيما راكم تشوفوا، المابل عند خونا يزيد بريستيج مابل والحمد لله يا ربي. وكيما عطيت وعد لخونا زبير باللي بربي ان شاء الله نحمر لكم وجهكم، وباذن الله رانا في الخدمه في اي وقت. العرس نتاعنا مبروك عليكم وذريه صالحه ان شاء الله، وربي يكملكم وربي يهنيكم. رانا في يوم العرس، وعلى بالي راكم متشوقين باش تشوفوا احسن كورتاج في العالم اللي قلت لكم عليه، على الاقل في وجهه نظري انا. من درك نقول لكم وجدوا رواحكم وما تزابيوش. اليوم نتاعنا تاع الكورتاج راح يبدا من عند خبيره التجميل والماجدة ساره وتحضيرات نبيله والعروسه. اليوم انا كيما عوايدي نبدا كي نوض صباح، نبدا بالتليفون اتصالات تاوعي مع الماجدات ولا مع العروسه ولا مع لي ماكياج. دي الخطره شويه التهيت بروحي بوكو بليس على مداري. رحت عند ساره بيوتي، رحت ماكييت كوافيت، ما بدلت اللو كيما راكم تشوفوا ثاني، شعري طوال في دقيقه. دوك انا بينا نخليك كان شيماء تقوم لك بشعرك هكذا، ومن بعد نتلاقاو في الحانوت ان شاء الله هكذا باش تخيري واش راكي حابه تلبسي. ركع خيري واش يعجب لك؟ مي خيرو الشاوي كي عندنا سمعي ما خليك تخيري والو غير الشاوي. انا اللي خيرتها لك هذه وتقولي لي يعطيني رايك. اللي وجدتها لك وجدت لك هذه الشاوي هذا. هذه الملحفه؟ اي شابه بزاف. هكذا وتخرج على المايك اب اللي خدمته لك. نلبسها رمضان. اي بس جاتني نبيله الصباح درنا لها ميك اب مشتنا لها، خيرت اللبسه اللي حابه تلبسها، خيرت الملحفه والقفطان، ومن بعد جينا عندكم كملنا العرس ديريكت للوتيل. من الوتيل مشينا معكم. اول حاجه نبداو بها لو جورجي. لو جورجي سي ديجا هضرتها في الحلقه اللي فاتت، قلت له بلي كان ان اكسيلون كورتاج يستنى فيك. دونك لي بريباراتيف تاعو بداو دو بون ماتا، كاين ايكيب راحت لقسنطينه، كاين بون راح يجيبو عن غير العاده ثانيا دوبل كورتاج العروسه باسكو قسنطينيه، جبناها ديريكتومون دخلناها في لوتيل ومام طوب من بعد نديرو لو كورتاج تاعنا. لاريفي تاعها غير طلعت ديجا كانوا الجماعه برا قدام لا سانت ما قدام لوتيل كورتل اللي نقولوا تحيه خاصه على كل حال استقبال. واش نقول لكم، انا ديجا كي شفت ما كنتش مامن، هذه صحه والله كي شفت والله ماني كنت مامن. البارديه بالك واحد خمس جمعيات ولا سته، ومن بعد كي جاوا لي فيكول هذوك تاع ميليتار وزادوا جاوا لي فواتير اسم السيارات هذو القديمه هذو لي فواتير اونسيان. سي خليكم مع صور والله ما نهضر انا يعني. شوفوهم هما يهضروا.
تالمو كانوا فيه بزاف وين تحتمت عليا ندير لهم الخرجه هذيك كل واحد والبروغرام تاعو. بدينا بالرحابات دينا هذوك بوشكي وهذيك درنا الشيخ احمد هذاك ثاني مع بنته هذيك اللي ما جاتناش درك سي اون رولاف طفيله صغيره اللي جايه ان شاء الله. ولدو ثاني جمعيه العناب اللي شرفتنا من عنابه ثاني سي دي فونتاستيك. الجماعه تاع خنشله سوا هنا الجماعه تاع باتنا اللي هذوك من بعد تشوفوهم ثاني في الكورتاج هذوك في لي فيكول هذوك ميليتار سيتي اكسلون يعني ما كنا لهين مع العروسه في لوتيل توجور كانوا جاوها لي كوافير تاعها لي مينطور اللي قاموا بها ماكيولها لبسوها احنا هكا في لا شومبر وقلوبنا كيما نقولوا تحت مع التحضيرات اللي كانوا برا. كانوا جاوا الرحابه جاوا اصحاب البارو جاوا شحال من ايكيب شحال من فرقه جات تاع هادو البارود تما قاعده نخدموا امام طون نطلعوا من الثقه من فوق نشوفوا واش كاين. عجبوني دو تو تقاليد باتنا كلك شوز حاجه هكا فريمون سبيسيال عجبتني ياسر العوده الرحابه مخلطه من كلش ميلونج دو تو عدى عرس فريمون مانيفيك عجبني على الاخر. اللي فات قلت لكم باللي ساسرا لو ميور كورتاج دي موند دونك خليكم مع الصور وخليكم مع الديماراج تاع الكورتاج. نعم راح نخليكم مع هذه الصور وراح نقول لكم هنا سأصمت قليلا احتراما لهذا الكورتاج الشاب. انكومبرمون كي نقول لكم انكومبرمون سي فريمون انكومبرمون مي كانت درك الوطن ديجا نقول نوجه له تحيه نقول له بارك الله فيهم ديجا كان مسهلنا المهمه ديجا كانوا حاطوا لي حاطين لي بلو هادوك لي بلون لي بلو بلوتو جابدينهم هكذا نص الطريق نسينا كيفاش نسهلوا للمواطن اقصى درجه
باسكو انا نتولي الصوالح هذوك ساعه ساعه نولي نعيط سبيسيالمون. ونصيحه امام للناس اللي يديروا لي كورتاج او بيان يمشيو، معليش نقدر نمشي موراك بصح ما تحبش في وسط الطريق، او بيان تحكم غوش او بيان تحكم دروات، باسكو كاين مواطنين، كاين اللي مريض، كاين اللي قلقان، كاين اللي يزعف، كاين دونك نسيو كيفاش حنا نفرحوا بلا ما نقيسوا الناس واحد اخرين. quelque chose de wow vraiment عجبوني لي فواتور انسيان حاجه هكا سبيسيال خلا في الكورتيج حليت الكورتيج خلا 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 خرجه اليوم ما كانش سبيسيال غير العريس والعروسه، كانت سبيسيال لينا كاع، سيرتو انا سي لا بروميير فوا نحضر عرس تاع الشاويه في بلاد الشاويه. كانوا كاينين بزاف صوالح شابين، بزاف صوالح كانوا مفاجآت، منها البارود اللي كان بزاف قوي ماشي كيما العاده، كانوا كاينين الواطا تاع بكري كرارس القدم كيما نقولوا، كانت كاينه مجموعه كبيره من هاد السيارات القدم. كان كاينين الرحابه لي موطو، هذوك الموطويات صح راهم بارتو، مي الحاجه اللي كانت شابه بزاف هذوك الواطا تاع بكري، كان كاع الكورتيج كيما هكا. جا طوب كورتاج، جاي هايل، عجبتني العفسه هذيك تاع الطاكسيات القدم، هكا البارود، الرحابه، عجبني حوايج بزاف. مكله مكله. خلصوني. الفيكو تاع العروسه كما شفتوا ديجا سي اكسلون، يعني الفيكو هذا نورمالمون على بالي بلي مولاه راه يخدم بزاف انا بيه، بس ولا كيدوموندي والو، دونك سي كي سي فو كي بليتو سي هو ولا لي فيكو الاخرين كي جايين هكذا مع بعضهم اللور، زادوا العواد لهنا في الدخله تاع لاصال تاعها بوحماتو، سيتي روعه يعني روعه روعه بزاف، شابه بزاف يعني.
خرجه هايله بزاف بزاف، فيها تقاليد، فيها تبين التراث تاعنا، التراث الشاوي. هذه الحاجه اللي تميز الشاويه، البارود، الخياله، جا بزاف مليح فريمون، جا توب، جات خفيفه ما تحسينا لهاش بيسك جات مع لومبيونس مع البارود، ما حتى وصلنا بلا ما فوقنا كفوت لنا. البارود ما نحكيوش عليه، قرقعوا الدنيا باتنا قرقعوها. عجبوني البارديه وعجبوني فرقه العناب، زادت لمسه خاصه في ستيل الشاوي. كي جات العروسه والعريس وداخلين لاصال، لاصال مع الانسان ما عندوش راي يهضر عليها، على كل حال سي الي تيكسيلونت، لا صال شباب بزاف، فيها حوايج بزاف ما لقيتهمش في دوتر صال. رايحين نشوفوهم مع بعضنا درك شويه نديكوفريو. دخلنا للصاله لقينا ديجا لا فامي تاع العريس والعروسه هنايا و وكالكو هكا حباب تاني اللي حضروا العرس اللي جاوا بغاو يشوفوا عرس زوجوني. كان دخله شباب اصحاب البارود كانوا جاونا النساء تاع دوك الشيرات تاع البارود تاع النابه تاع داري، تسمى هما اللي دخلوا هذيك الدخله تاع يكروشوا هكا هذوك المكاحل ويدخلوها. كان دخله شابه، سمعنا الصوت تاع البارود، سمعنا الصوت تاع التاكسيات، مي ما شفتش واش كاين برا، قعدت متشوقه، قعدت غير هنا لداخل. كي جينا صح فريمون لقينا بزاف ناس، لقينا برسك تبان لي باتنا كومبلي، جات هنايا البارود، الخياله، العواد، فريمون جات دخلت على العروس هايله، سيرتو كي هزوا لها الفوشي كيما نقولوا.
التزيره الاولى باينه بلي غادي تكون الملحفه، رانا في بيتنا هنا بلا تشاويه. لباس التقليدي تاعهم هو الملحفه ولا الرضا كيما نقولوا حنا في الغرب. لبست الرضا دخلت بيه، التصديره تاعي الاولى ملحفه شاويه، الملحفه كانت نواغ وبلون، والعروسه اللي خيرتها هي بغاتها نواغ وبلون. الحاجه اللي طبعت بزاف سي لو شونتور حميد بلبش اللي كان هنا مرافقنا في دو شونسون جو كوا ولا تروا شونسون، درنا مام دروك يخلصوا راه تشوفوا لو كليب تاع لا شونسون تاعو الجديده، درناها خيرناها هديه ليه على التشريف اللي شرفنا، قول له بارك الله فيك. راح نشوفوها من بعد ان شاء الله نطلقوا لو كليب هذا. دوزيام توني كيما نعرفوا العروسه تاعنا قسنطينيه، خيرت الفرقاني ولا الجبر القسنطينيه باه دير فيها الحنه باه تحني فيها، لبسنا لها كوم دوزيام توني وحنت فيها ثاني. ناضت نورمالمون يمات العريس هي اللي حنت لها مع رانيا اللي ماندو تعاونوا تما، هما اللي حنوا العروسه بهذوك الويز، هما في قسنطينه يديروا الويز. لبسنا العروسة الكراكو، طلعناها صورت شطحت عجبها الحال. تا
التصديره الثالثه خيرت عروستنا الكاريكوم عند ساره بيوتي، خيرتها في الكرونا، كان شباب بزاف سيرتو بلاتخان، كان موديل جديد. العروسه فرحت به نورمالمون، قعدت ترقص به، تصورت به، مشيت مع احبابها، عجبها بزاف. من الحاجه اللي عجبتني هذه هضرها علي الحاج باسكو دي فلي كوليس، دخلت انا عند روحي ني اورغانيزي تخلص زعما بان نبداو نروحو نتعشاو في لو طون هذاك اللي انا نبريباري باه نروح نعشيو الرجال. قال لي ديجا صاحب القاعه مبارك ديجا وعشا ديجا وصاي العشا وتسربا. والله العظيم ما جامي صرات لي هادي، ماشي سي ان سيرفيس فريمون رابيد وز الانيسياتيف من راسو، دونك عنده ليكسبيريونس يقول لك نزرب نخلص سما استادير باه سما استادير تكون اون باراليل الناس منا يمشيو سما استادير يتعشاو ولو مارياج منا يمشي. عاوني بزاف ما نكذبش عليكم في هذه، عاوننا بزاف. درنا لها القعده تاع الشاوي بالقربه بالشمع، وزاد غنى حميد بلبش جات بزاف مليحه. دارو شغل رحابه، درنا رحابه شطحنا فاتت بيا. جا الفنان تاعنا المعروف حميد بلبش، هنايا فنان باتني معروف، انا من الصغر بعدا نعرفه ما شاء الله عليه. جا زاد طبع هذيك التزايره، جا غدنا واحد الاغنيه رائعه جديده تاعه، تواتي الشاوي اللي كانت لابساته العروسه غاده. التوني الخامسه ولا التزيره الخامسه والتاليه كانت من لمسه تاع ايمال اللي جاتنا معي مليله، ايمال العنابيه كانت شويه سبيسيال. مام انا ولبست من عندها اليوم، لبستني من عندها حاجه سبيسيال شابه، هي كوم مصممه ما غاديش تجيب لك حاجه من لبسها من قبل، توجو غادي تجيب لك حاجه فيها لمسه جديده، لمسه تاعها هي. والحاجه اللي زدت حلت العرس وعجبني خلا دبكه ديكا. الدبكه هي اصلا كانت في الديبي حاجه جديده درتها عام السنه، سي لا بروميير فوا لي نديرها، وكانت حاجه بزاف يدومونديو لي فيها العرايس، حاجه جديده في الدي جي. العروسه ديجا من الديبي ملي جات وملي تلاقينا دبكه، ملي شافتها في لا بروميير فوا ديري لي غير دبكه.
الكاميرا. روح روح فوت فوت فوت، روح دخل روح دخل روح دخل. وجا وقت نهاية الحلقة تاع العرس تاعنا تاع اليوم. حسام كان عنده وعده في الوقت وأيضا في الشكل والذوق، وعمل لنا إن بياس مونتي ولا أروع. برافو حسام. بعد ما كملنا تزيرات تاعنا جاء الوقت على غوبلونش، الوقت اللي تقارح فيه العروسه بالبديه تاع العرس. لبست غوبلونش اللي خيرتها مع التاقي، خيرتها هي بعدا نهار الديفيلي خيرتها وما بغاش تقول لنا عليها، مي نورمالمون انا خيرت لها هذيك. لبسناها لا غوبلونش، كانوا ليكيب اورغانيزو في لاطاب تاع الكاطو تاع وين نحطوا الخاتم تاع لي جو، كلشي كانوا مسقمينه. خرجنا العروسه، جا مراد هو اللي داها. فاتت شابه، فاتت حاجه تاني سبيسيال اليوم. اورغانيزينا لا بيس مونتي في الدخله، درنا حاجه تاع بلال صغير، حاجه سونتيمونتال تكون سبيسيالمون للعريس والعروسه كي عادوا داخلين، حاجه توب، حاجه مليحه. عطينا هذيك الخاتم، لبسها لها مرات خاتم ثاني، كانت حاجه جديده بزاف، ما شفتش خاتم قبل كيما هذه الخاتم تاع اليوم، حاجه نورمالمون جديده كيما التاج، خاتم جديده.
ما كنتش متوقع انه تكون ايميسيون زوجوني هكذا، فريمون فات عرس مليح. ربي يهني العروس والعريس والعاقبه ان شاء الله الذريه الصالحه وربي يهنيهم. نقول للعريس والعروسه ربي يهنيكم ويسعدكم، العقوبه ان شاء الله للذريه الصالحه. نتمنى لهم حياه سعيده ومعمره بالفرحه، ونقول لهم حبوا بعضكم على الاخر، الدنيا دي خلقنا باه نحبوا مش باه نكرهوا. La robe blanche, c'est la robe blanche, c'est la fin d'émission. Même les chansons à deux coups là, c'est... Il peut savoir qui est lui. باتنا تبقى عزيزه على قلبي على كل حال. دونك سي لو كاتريام جو كرو ولا سانكيام مارياج. والحاجه نبداو تحيه خاصه سيد الوالي، نقول بارك الله فيك. السلطات المحليه ثاني بارك الله فيهم، هادو سيدي كوليس. لاصال بوحماتو اللي فريمون اون سال سوبرب، انا عجبتني بزاف. نتمنى ان شاء الله تبقى هك، وعلى بالي بلي راح تبقى هك مولا، على بالي بلي واقف عليها. الماكلة كانت مليحة، الأورغانيزاسيون كانت شابة بزاف. المشطات اللي كانوا معنا كاع سوا عين مليلة سوا هنايا تاع باتنا، سيتي بارمي لي ميور مارياج، سي لو ميور كورتاج دي موند بالنسبة ليا أنايا. الناس يشاركوا فيه نقول لهم بارك الله فيكم يعطيكم الصحة. نتمنى إن شاء الله ما نكون نسيت حتى واحد، لا غلطنا ولا تساهلنا شوية، نقول لكم سمحوا لنا بزاف. تحية خاصة لأوتيل كورتيل بارك الله فيه. الناس يشاركوا معنا بدون استثناء، ما قدرنا ننسى أسماوات. باتنا سي باتنا، تحية بلادي، تحية الجزائر. هذا هو شان ديسيلا. نقول لكم الأسبوع القادم في نفس التوقيت في نفس القناة. تحياتي، سلام.